نحن نريد أيضا أن نؤكد على أهمية المصالحة الفلسطينية الفلسطينية والدور المحوري الرئيس الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في تقارب وجهات النظر من أجل إنهاء هذا الملف والعمل بشكل موحد برؤية فلسطينية موحدة فيما يتعلق بمواجهة التحديات القادمة. نحن إذ نؤكد على التزامنا كدولة فلسطين بالشرعية الدولية وبكافة القرارات الأممية ذات الصلة بفلسطين، ونعيد التأكيد على التزامنا الكامل بمبادرة السلام العربية بحل الدولتين الذي يجب أن يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها عبر مفاوضات ثنائية مباشرة برعاية الرباعية الدولية